هسه بينات عندكم الشاشة؟ نعم تمام. طيب، فبوقتها كان السؤال يقول البن ان دبل شير، شرحت لكم شنو معنى الدبل شير بوقتها ورسمت لكم الرسم مالته. هنا عملية توضيح للسنجل شير والدبل شير بشكل أوضح. عندي هذا عمود من الحديد H section ومربوط ب بيم من خلال بري، هذا التوب فيو مالته. فالبيم جاي يسحب عليه تنشن، جاي يسحب بهالشكل هذا. هذا البري اللي هنا، هذا الجزء من عنده يريد يطلع ويا البيم، وهذا الجزء الثاني باقي ويا العمود، العمود ما يخليه يطلع. إذا حتى البيم يقدر يطلع من العمود معناه هذا البرغي لازم ينقص هنا. ينقص هنا يعني عندي مقطع واحد ينقطع بالبرغي، مثل ما موجود بهذا البرغي اللي قدامكم. هذا السكشن هنا صار بيه شير. طبعا الشير هنا صار عندي displacement، صار عندي إزاحة كلش عالية، لو مستمرة بعد هذا راح ينقطع. بس نظريا احنا تجاوزنا حد المرونة. ليش؟ هسه هذا من شلنا التحميل من عنده وطلعناه للبرغي، بقى التشوه موجود بيه. إذا بالنسبة للحسابات مالتنا هذا البرغي يعتبر فاشل. هاي العملية نسميها single shear، يعني هذا الجزء يطلع بحد وهذا الجزء يطلع بحد من خلال قطع مكان واحد. الحالة الثانية عندي كماشة، فكين حاصرة بيناتهم البيم، البيم عليه سحب بهالاتجاه والكماشة تمنع الحركة بهالاتجاه. إذا حتى البيم يفلت من الكماشة لازم يقص البرغي بمكانين حتى يقدر يطلع، واللي هي هاي هي المكانين، هذا المقطع وهذا المقطع. إذا هنا عدد المقاطع اللي لازم تنقطع يلا ينفقد التوازن عندي شقد؟ هم اثنين. بينما هنا عدد المقاطع اللي تنقطع حتى ينفقد عندي التوازن هو مقطع واحد. إذا هذا نسميه single shear وهذا نسميه double shear. عندنا مثالين هسه راح نحلهم وتخلص محاضرتنا بالحل مال هاي المثالين. أنا سمعتكم تحكون عن أسئلة، ما أدري الأسئلة هي بيناتكم، لو عندكم أسئلة تردون تسألون إياها. إذا بيناتكم ما علي بيها، إذا تردون تسألوني أي سؤال قبل لا أكمل أو أدخل بالحل مالت المثال فما عندي مانع، سألوا قبل لا أدخل بالحل. دكتور بس على نريد المادة كلها مال مقاومة حتى نسخها، يعني ما تكون محاضرة وحدها، المادة كلها تنزلنا إياها. والله بابا أنا جاي أسوي محاضرة بمحاضرتها، ما عندي مادة كلها كاملة حتى أنطيك إياها. تمام لا تكلم. زين هي شنو المشكلة بالمحاضرة بمحاضرتها؟ يعني ليش تردين المادة كلها مرة واحدة؟ دكتور أنا ما أقدر بالساعة أنسخ. يعني في مرة واحدة ننسخ بالأسبوع مثلاً يجيبون الملازم بالجامعة، فبهاي الفترة اللي ما أداوم بيها ما أقدر أنسخ محاضرة مات اليوم. أسبيل مثلاً أنا بدون محاضرة عندي قاعدة بس على الموبايل، فشو صار عندي صعوبة بالفهم المادة. بس ليش أنا هاي المحاضرة منزلها كاملة؟ أنا بعد ما مداوم عن سبت تلا نداوم فأخذ الاستنساخ مالته. يعني
يعني هاي شغله فنيه يعني، ممكن تكلفين اي شخص يجيب لك او عنده طابعه، اللي عنده طابعه بالبيت يقدر يسحبها. والطابعات هسه صارت رخيصه هالايام. هي دكتور عادي تنسخها بس تأخر علي مثلا من عيد آخذها، يعني مو ما هي كاملة عندي من نفس اليوم، أنا عندي المحاضرة موجودة. يعني أنا ما عندي المحاضرات جاهزة بحيث أقدر أنزل لكم إياها مرة واحدة، يعني أنا جاي تمام. أسوي المحاضرات بشكل تمام مستمر. تمام دكتور، طيب مشكورة. حياك الله. هذا السؤال عندنا يقول A hollow circular nylon pipe. hollow معناه مجوف، سيركولر دائري، نايلون بعد هذا النايلون تعرفوه مادة النايلون، وبايب معناه أنبوب. فبالحقيقة عندي أنبوب مجوف دائري مصنوع من النايلون. سبورت اللود، يحمل لود بي اي مقداره 7800، هاي قيمة اللود الكلي، which is uniformly distributed، موزع بشكل منتظم around a cap plate، على بليت تغلف الجزء الأسفل من العمود. cap عادة يعني مثل الشفقة. at the top of the lower pipe، هاي الكاب بليت. هذا الحمل الموزع هنا، الحمل كله مقداره 7800 نيوتن، وموزعي بشكل منتظم حتى لا يصير منطقة بيها حمل عالي منطقة بيها حمل قليل وتسبب عندي عزم. يكون منتظم بحيث المحصلة مالته راح تكون مجموع القوة اللي هي هاي هي المحصلة، ونقطة تأثير المحصلة يكون بالمركز، يعني نسميه المكافأة هنا اللي هو مركز الأنبوب. طيب حمل ثاني اللي هو بي بي مسلط على هذا الأنبوب بالأسفل بالبوتوم. شقد هذا البي بي ما قايل لي، شنو تفاصيله بعد ما قايل، هاي بعدين راح يجيب لي اياها. بعدين بدأ يحكي عن الأنبوب، قال الجزء العلوي من الأنبوب القطر الداخلي 51 مليمتر، القطر الخارجي 60 مليمتر، الجزء الأسفل من الأنبوب القطر الداخلي 57 مليمتر، والقطر الخارجي 63 مليمتر. الأطوال القطعة الفوق 350 والقطعة الجوة 400 مليمتر. وقايل هنا neglect the self weight of the pipe. بالمعلومات مالت السؤال الحد هنا إذا ما قايل لي neglect the self weight of the pipe، اهمل تأثير الوزن الذاتي للأنبوب، أنا أقدر أحسب الوزن الذاتي للأنبوب؟ أريد واحد يجاوبني. مريم حيدر، مريم حيدر خو ما عفتي المحاضرة ورحتي تسرقين. نعم دكتور. آه مبين رحتي جاي أركاض. بس هو أنا ما جاي أشوف، بس جاي أسمع. ليش ما جاي تشوفين بابا؟ دكتور والله المحاضرة ما تبين عندي، يعني شاشة سودة بسبب نتي طبعا، راح اشترك المرة الجاية لان النت كلش ضعيف. لا انت هسه علي انا تشتغلين مال بيت الجيران بايقتها منهم؟ لا بيتنا دكتور بس شوي ضعيف اليوم ما اعرف ليش حتى يقطع يعني، بس ان شاء الله من تخلص محاضرة اكيد راح ادزها لني فراح اقرا عليها. انا المحاضرة هاي منزلها فيديو اولا وثانيا. المحاضرة هاي منزلها فيديو. اي اي دكتور اي صح. وثانيا البي دي اف، مو البي دي اف، الباوربوينت انا منزله كامل يعني للنهاية.
هو لأن أنا بعد أني ما مستنسخة، فلازم أستنسخ حتى المحاضرة قبلها. نفس المشكلة بالضبط. زين هسه سؤال إليك، ما أدري أنت سمعتي أو لا المعلومات مال السؤال. نعطيني القطر الداخلي والقطر الخارجي مال الجزئين، ونعطيني الطول مال الجزئين، وقايل لي المادة مالت البايب هي نايلون، وقايل لي عبارة اهمل تأثير الوزن مالت البايب. لو ما قايل اهمل تأثير الوزن مالت البايب، من هاي المعلومات اللي موجودة بالسؤال حاليا أقدر أحسب الوزن مالت البايب؟ دكتور هو وزن مو المفروض كتلة أو شيء يعني حتى نطلع منه. أنت لا تسأليني، أنا جاية أسألك. أنت هو أنت مرة شنو قلت؟ مرة شنو قلت؟ دكتور أنت مرة شنو قلت؟ قلت إذا شفت وزن إذا شفت كتلة أو شيء فمعناها أكو وزن يعني. بنتي أنا سؤالي هسه هذا السؤال لحد هنا. زين هذا السؤال لحد هنا، فهذا على ضوء المعلومات اللي موجودة بهاي السؤال. أقدر أحسب الوزن مال الأنبوب لو ما أقدر؟ وزن لا. لا ليش؟ يعني ما متوفرة كل الأشياء، هو نعطينا قطر اللي هي صح اللي هي شنو الناقص عندي حتى أقدر أحسب؟ شنو هي الأشياء الناقصة حتى أقدر أحسب من عندها؟ هو نعطينا يعني القطر مثلا نقدر نطلع منه مساحة أو فتشي، فهاي ما تخدمني المساحة أنا. من يجاوبني؟ شوفوا الوزن يجي من شغلتين، أما عندي كتلة أو كثافة في الحجم. أنا كتلة هنا ما عندي، حجم عندي لأنه نعطيني الأبعاد مالت السكشن والارتفاع، فأقدر أحسب الحجم، لكن الكثافة ما نعطيني إياها. إذن ما أقدر أحسب الوزن. ليش؟ لأن ما عندي الكثافة. فهو قايل لي بالسؤال اهمل تأثير الوزن الذاتي للبايب، لكن هو حتى لو ما قايل هاي العبارة أنا ما راح أقدر أحسبه. ماشي؟ فيا مريم خلي يكون الجواب هالقد بس على قد السؤال، ما نظل نسولف هواية. إن شاء الله. يلا هسه السؤال بيه ثلاث مطالب. المطلب الأول يقول احسب مقدار القوة بالأسفل بي بي بشرط التنسايل ستريس إجهاد الشد بالجزء العلوي يصير 14.5 ميجا باسكال، وإذا حسبت القوة بي بي بهذا الشرط احسب لي وراها شقد يصير الستريس بالجزء الأسفل. نبدي بالحل مال هذا الجزء وبعدين نكمل البقية. الستريس يساوي القوة على المساحة. الستريس بداخل البايب، إذا حتى أحسب الستريس بداخل البايب لازم أحسب القوة اللي بداخل البايب. القوة الداخلية حتى أقدر أحسبها، سبق وأن حكينا هذا الحكي إنه ما نقدر نحسب القوة الداخلية إذا ما نأخذ قطع بالمادة، فلازم نقطع السكشن حتى تطلع عندنا القوة الداخلية. من خلال التوازن نحسب مقدار القوة الداخلية اللي طلعت بالسكشن، أروح أقسمها على مساحة المقطع وأطلع من عدها الستريس.
دكتور علي دكتور استوعب، قلت إنه إذا تريد أحسب ستريس إنه أحط القوة على المساحة. دكتور إذا أريد أخذ القوة، أخذ القوة مات الدائرة الكبيرة على الدائرة الصغيرة يعني؟ يعني هسه هذا راح يصير من خلال الحل. فأنت من سألتيني قبل لا أبدي بالحل، أنا عبالي عندك سؤال على شيء سابق أو شيء يمهد للحل، بس هذا راح تشوفيه هسه من خلال الحل. فمثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة، خطوات الحل نبدي ب free body diagram. الفري بودي دايجرام، بما انه انا اريد احسب القوه اللي راح تكون بالجزء العلوي، لان هو رايد الستريس بالجزء العلوي، فاجي اقطع الجزء العلوي وارسم الناتج. هنا شنو صار عندي؟ صار عندي P واحد اللي هي tension force. عادة tension force تكون شكلها طالعة من المقطع. هنا عندي PA اللي هي مقدارها 7800 نيوتن، وهاي ناطيني اياها هو. وهنا PB من التوازن summation fy يساوي صفر. هنا اجي للواي، في واحد للاعلى موجب ناقص 7800 ناقص بي بي يساوي صفر. إذن P واحد راح تساوي 7800 زائد P B. أنا هو شنو قايل لي؟ قايل لي سيجما واحد. السيجما واحد شي يساوي؟ يساوي بي واحد على أي واحد؟ على أي واحد؟ هو شي يريده؟ يريده يساوي 14.5 ميجا باسكال اللي هي نيوتن على المليمتر تربيع. إذن بي واحد راح يساوي سيجما واحد اللي هي 14.5 في أي واحد. الأي واحد هنا شي يساوي؟ أنا عندي أسطوانة مجوفة، مساحة الدائرة الخارجية ناقص مساحة الدائرة الداخلية. إذن باي على 64 تربيع ناقص 51، عفوا هاي تربيع، وأسد القوس. هذا المقدار حاله هنا بالكتاب ونطلع قيمته 7784.613. هاي في واحد. إذن حاصل ضرب هاي الرقمين 14.5 في 784.613 يطلع 11377. هذا 11377 نيوتن. هاي طلعت منه؟
طلعت بي واحد، أجيب قيمة بي واحد هاي أعوضها بهاي المعادلة، راح يصير عندي 11377 يساوي 7800 زائد بي بي. إذن بي بي راح تصير الفرق مال دول الاثنين، ويطلع 3577. اللي هي هاي الحل موجود بالكتاب. زين، الجزء الثاني من الفرع أي شيء يقول؟ يقول بعد ما تحسب البي بي اللي حسبناها وطلعت هاي، احسب الستريس بالجزء الأسفل مثل ما سوينا بالجزء العلوي، لازم نسويه بالجزء السفلي. لازم ناخذ فري بودي دايجرام، ناخذ القطع وين؟ بالجزء الأسفل. راح يصير عندي هذا هو الجزء الأسفل، ناشنو عليه؟ عليه بي بي اللي هي 3577. هنا شنو عندي؟ عندي بي 2 سميشن اف واي يساوي صفر. إذن بي 2 راح يساوي 3577 نيوتن. هذا المقدار أقسمه على المساحة الثانية راح يطلع لي ستريس 2. إذن سيجما 2 راح يساوي بي 2 على أي 2، وراح يساوي 3577 مقسومة على أيضا الجزء الأسفل هو دائرتين واحدة ببطن الثانية، فالمساحة راح تصير باي على 4 63 تربيع ناقص 57 تربيع. هاي الأي 2 حاسبها بالكتاب ومطلعها 5.6 5.487. إذن سيجما 2 راح تصير 6.33. وهاي هي 6.33 موجودة بالكتاب. إذن خلصنا حل الفرع أي. إذا تردون تأخذون سكرين شوت أخذوا، لأن أريد أمسح حتى أحل الفرع ب، ما عندي مكان للحل. خلصتوا؟ خلصتوا تصوير؟ نعم دكتور. ليش ما تحكون؟ وأنا جاية تانيكم ما أمسح. نعم دكتور، خذنا السكرين. نجي للفرع الثاني.
الفرع الثاني شو يقول؟ يقول إذا PA بقت نفس قيمتها ما تغيرت، أوجد قيمة الـ PB بحيث الإجهاد بالقسم العلوي والقسم السفلي متساوي. زين، احنا نفس الـ free body diagram اللي رسمناه بالحالة الأولى راح نستفاد من عنده. طلعنا بحصيلة انه الـ P1 يساوي 7800 زائد في بي. وأيضا من الفري بودي دايجرام الثاني طلعنا البي 2 يساوي بي بي، يعني البي 1 راح يصير 7800 زائد البي 2. زين، من خلال السؤال سيجما 1 يساوي P1 على أي واحد؟ الأي واحد احنا حسبناها راح يصير P1 على 7.4613. وعندي السيجما 2 راح يصير P2 على أي 2، وراح يصير P2 على 5.487. بالسؤال قايل سيجما 1 يساوي سيجما 2، معناه بي 1 على 784.113 راح يساوي بي 2 على 5.487. إذن P1 راح يساوي 7.4.113 على 5.65.487 P2، وراح يساوي 1.3875 P2. وقلنا الـ P2 هي نفسها الـ PB، إذن أجيب هاي وأجي أعوضها هاي المعادلة. شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بدل الـ P1 راح أكتب هاي القيمة، راح يصير عندي 1.3875 P2 يساوي 7800 زائد P2 اللي هي PB. الـ P2 ننقلها للجهة الثانية راح يصير سالب 1، إذن راح يصير 0.3875 P2 يساوي 7800.
إذن تي 2 راح تساوي البي 2 أو البي في راح تطلع 20129 نيوتن. هاي البي 2 راح تخلي سيجما 1 وسيجما 2 يكونون متساويات، واللي هم ايش قد راح يطلع؟ يعني إذا أريد أحسب هسه سيجما اللي هو بي 2 على أي 2 راح يطلع 35.6 هذا ميجا باسكال. زين بي واحد ايش قد؟ بي واحد اللي هي هاي 1.3875 في البي اثنين، يعني 20129 في 1.3875. إذن البي واحد راح تطلع 27930 تقريبا. معناه سيجما يساوي بي واحد على أي واحد، وراح يطلع هذا الرقم تقسيم خمسة وثلاثين بوينت سكس. واللي هن متساويات مثل ما قايل بالسؤال. اخذوا سكرين شوت حتى امسح واحل الفرع الثالث. بالمناسبة احنا النتائج مال الحل بالكتاب، هذه الـ PB طالعة 20129 مثل ما احنا حسبناها. اخذوا سكرين شوت حتى امسح. نعم محتاج بس الـ PB او الـ PB. منو محتاج؟ هاي خطوة بالسؤال محتاجينها بس هي. اي افتهم بالسؤال قايل، بالسؤال قايل احسب بس البي 2، بس انا كملت البي 1 والسيجما حتى اشرح لكم. تمام حتى تفهموا اللي نسويه. ايه بالضبط. الجزء الأخير من السؤال يقول احسب التنسايل سترين. هنا هسه صار الحكي سترين بالجزء العلوي والجزء السفلي من البايب. بالنسبة ليا حالة، بالنسبة للحالة اللي حليناها بالجزء بي، احنا بالجزء بي شنو طلع عندنا الستريس؟
طلع عندنا ستريس متساوي بين الجزء الفوق والجزء الجوة، بما انه المادة نفس المادة، يعني معامل يونغ هو نفسه، اذا المفروض السترين يطلع نفس السترين. بهالحالة اذا ينطيني معامل يونغ، رأسا اقسم الستريس على معامل يونغ، راح يطلع السترين بالجزء العلوي ونفسه بالجزء السفلي، لان الستريس نفسه. هو ما ناطيني معامل يونغ، شنو قايل لي؟ قايل لي نقطة A تمددت أو تحركت للأسفل بمقدار 3.56، ونقطة B نزلت للأسفل بمقدار 7.63. زين، نجي للحل. دلتا واحد نتيجة تمدد الجزء العلوي فقط صارت حركة نقطة A. إذن الدلتا واحد هي نفسها الحركة مال نقطة A اللي تساوي 3.56 مليمتر. إذا أجي على دلتا 2، دلتا 2 شنو معناها؟ معناها التمدد اللي صار بالجزء 2 فقط، تغير الطول اللي صار بالجزء 2 فقط. أنا هنا شنو قايل لي؟ قايل لي النقطة بي نزلت بمقدار 7.63، بس النقطة بي من نزلت، نزلت نتيجة تمدد الفوق مع الجوة. إذا الجوة بحدة شقد تمدد؟ الدلتا 2 راح تساوي 7.63 ناقص 3.56. وهذا ايش قد يطلع؟ راح يطلع 4.07 ملم. هسه اجي الابسلون هو دلتا على ال، فالابسلون واحد راح يساوي 3.56 على 350، والإبسلون 2 راح يساوي 4.07 على 400. النتيجة طلعت متساوية، واللي هو متوقع لازم يكون متساوي، بما أنه الستريس متساوي إذن السترين لازم يكون متساوي. قال عامل يونغ هو ثابت. السؤال هنا راح نشوف الناتج اللي طلعه، الإبسلون واحد والإبسلون اثنين هو نفس المقدار، هنا ضربة في 10 وسالب 2 يعني 0.01. سكرين شوت حتى أروح للسؤال قال اللي وراء.
هذا المثال شنو يقول؟ يقول a rigid plate. rigid، كلمة rigid شنو معناها؟ كلمة rigid معناها ما يتشوه، ما يتشوه مو معناه ما يتحرك، يتحرك كله ككتلة واحدة كrigid body نسميه، بس ما ينعوج. هاي العبارة راح تجينا كلش هواية بالأسئلة، فلازم نفتهم من يقول rigid يعني ما يصير به تشوه، ما ينعوج. طيب a rigid plate اللي هي هاي البليتة، attached to two، مربوطة باثنين، 10×10 square bars، هذا البار وهذا البار، مساحة المقطع مال كل واحد منهم مربع 10×10 مليمتر. The bars are made of hard rubber، مصنوع من الربر القوي مثل مالت الربر مال المساحات بس نوعية شوية أقوى. الشير مودولوس معامل المرونة بالقص، الشير مودولوس يساوي 1 ميجا باسكال. آلة الرابر هاي الرجل بليت أجبر أفقيا due to the action of a force F، يعني هاي القوة F سحبت البليت بمقدار نصف مليمتر أفقيا. يقول احسب قيمة F باعتبار الشير اللي راح يصير بالطرفين